بشوف زعل حالة بس حومة بتخطر على بالك لو عرفاني مين خبالك لكن ترضي الدورة سمناها وصارت دورناها خباي الكاميرا وخفي عم ترصد بك الحني عصبت عرفت الخبري ورجعت هديك خباي الكاميرا وخفي عم ترصد بك الحني عصبت عرفت الخبري شوف زعل حالة بس حومة بتخطر على بالك لو عرفاني اللي مخبالك ما كنت رضيك الدورة سمناها وصارت دورناها الكاميرا ودار دورت عليها ويا خسارة تعبك مليك تعبك مليك. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من برنامجكم اضرب وهرب، واكيد مع خالد ورزان. كل يوم في شيء جديد، خلينا نشوف الشباب بالكنترول شو حضروا لنا لليوم. يلا شخصية حلوة الستاشر صار
كمان صغير والله يا عم انا قلت كاتب صريح حبيبي. لا انت ما شاء الله انا هذا انسان معروف يعني انا قديش في ناس مظلومين اكيد. الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بس تعرف شو بدي ساوي انا بدي اشتغل زي مش عارف بالضبط انه هو اللي عم يكتب العمل
وحدا قلت لك عمتي يا حبيبي عمتي اللي عندك شو بدك تجيب عمتها؟ مش قلت لي انا بصير اثنين بتصرف عليهم بتصرف عليهم؟ بتصرف على 10 مثل 3 دولار بدهم مصاريف ماشي؟ وفي شغله هيك في شغله بدي لك اياها اول مظهر هلا بس عم طيب في مشاكل مش زي كثير انا وزياد يلا فاهم لا بس شوي يعني اتركني مع الاستاذ طلال شوي ليك ما بدي لا صرف زياده وحليق اخي هذا خلص شو هيك خلص غني ايه وترحل يعني زمان خلص استاذ حسام شو تعال تعال الو شو بدك يا حبيبي هون بعيوني اتصالي انت رفيقي واخي بس هذا الزلمه ما خش واحد تعمل معه غليظ يا زلمه انا اكره معلي ومعلي واحد يعني غليظ ومفكر حاله شغله بتاع منظره عن جد والله زغبالي يعني ما منظره معه مصاري خلاص شو لك منظره منظره صايع ما معه مصاري يكون عم يضحك عليك كتب لنا مسلسل اسمه صايع ليكون عم يضحك عليك ما شكله معه مصاري اخي بيرخص من كلمته وين يا اخي اذا اخوك بده يضحك عليك كمان وبينزل اسمه عليه خلص انت سايب والبطوله سايب شو وينه؟ عندنا الاستاذ حسام ليش شو شاغلة قبل هلا؟ اي ها شو بدنا فيك؟ شو الإدراك؟ الإدراك لشو يعني؟ انت شو هاد؟ أول شي بس نجرب إنه؟ قبل ما نصور لا تشغلوا مشان ناخذ الحلقة نظامية مشان نشوف نشوف إذا ما خرج آسف أنا بعتذر لا ليش؟ إنه بالعكس ما أنتوا لازم تت يعني إنه تكبر إيه لا ليه ما فيها شيء ما اعرف ما فيها شيء يعني ليه شو الاسباب لا هو خجل انه عن ما من الكاميرا يعني مو اكثر خجل وضعف ضعف شو انه ضعف شخصيه ليه يخجل بيكون ضعيف طبعا لا هلا في ناس كثير ما بتحب يا اخي تطلع على الكاميرا بس كثير قويه الشخصيه مو شرط هذا الشيء انت ايوه انت بتحبي تطلعي على الكاميرا ضعيفه شو مو الكاميرا ضعيف شخصيه شو لا بحب اطلع على الكاميرا ولا بحب ابين هلا هي الكاميرا ما راح نطلع عليها هي انت قدام الكاميرا كحديث يعني اه مو تطلع يعني فكرت تطلع على الكاميرا اطلع على الكاميرا والله هي لا. فكره احلى قدام الكاميرا مشاركه فيني كماكيرا اساسيه لا لسه احنا ثلاث قولي ماكيرا لكن شو بدي تحت الماكيرا لا تحت الماكيرا لا لانه ماكيرا مو مزبوطه ليه هلا الماكيرا ضروري تكون عم تعمل اعمال تمثيليه بنظرنا كعملنا بجونا ايه نحن كجو نحن ايه طيب انا تحت الماكيرا نحن مشان هيك لا تنزعجي لا 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 كانه بوتك واحد بوز واحد عرض هيك ولا لا زعج لا نفس الشيء نفس فكرت فكرت على الضوء فينا لا شو بدنا بالبوت بدنا نحكي بواقع لا انت مو هون الفكره كيف لابسه البوتين اللون البني منيح الاخذ ريزيرف طيب خلينا نحكي بالشغل يلا نفتح سيرة نحكي بالاحذيه ونفتح محل احذيه كنا بنبيع نحن مشان هيك هلا لا تقولي قدامنا مشان سمعتك واسمك انه انت ماكيرا واشتغلتي ماشي تقولي لهم مشاركه مو مشاركه لا هلا هي فشل هيك طبعا مشان هيك انا مشان انا بدي اطلع زعيم نحن ما سجلنا لا بالعكس بس الفسفور يعني طالع على كثير حلو لا فسفوري براسي لا لا الشال هذا اللون الكحلي طالع ضاربي كثير مصاب ماشي كحلي وفسفوري وبني عسلي وعسلي شلون طيب ورمان معنا الاسم اسم عسلي رودينا بعدها سميكي قوس قزح قوس رودينا نحن عرفت شلون انسى رودينا
يا حبيبتي يا عيني. لا عاد تقولي انه انا ماكر. اسحبي تمك من اسحبي اسحبي اي اسحبي تمك. لا عاد تقولي اني انا خلص لسه ما اشتغلت فاتحه بقصص شعري اي او بروح لعب بحمل. لا لا لا, 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 لا انا بدي اشوف لانه باخذها انا بهالعمل هذا الثاني. والله جد عملنا التلفزيون بنافذه بس بلكي ما خرجت تحط لانه في عندها ضغوط في قدام بتعرفي هيك. لا هلا الميك اب العادي بصراحه سينمائي اوكي ما بتعرف ما اشتغلت فيه كثير. لا ما بنكر هالشيء يعني مو عيب ولا غلط. اه ما بتعرفي ضرب وهيك وانه هون حمار واكل وقعه صار هيك حمار ووقعه اوكي ضروبه وهيك ما بدي اجيب براس او بجيب فلينة هاي بساوية لا ليش راس أو فلينة. أنا بجيب لك صبية من عندي راس جاهز. فلينة شو؟ فلينة شو؟ تجرب عليها تجرب عليها لشوف قدراتها أنا لأنه بتضرب لنا اسمي. لا والله جد بالعمل إيه. شو بدنا شلون ننسي مع المقلب نشوف شو الوضع تبعها ما عم صور أنا. إذا بتحبوا بلاها المقلب يعني احنا بالعكس مشان ترتفع هلا هذا الشيء اسمه هلا هي ما بدي خلص بلا. لا لا هذا الشيء نحن بدنا نقرره هلا عرفتي شو نحن مشان اسمه يعني ايه طبعا طبعا. يلا اوكي بتحب اعمل لك ميك اب؟ ميك اب؟ لا هلا ميك اب هلا في ميك اب في ميك اب معلش ما نمزح نضل بجو الشغل. كنت جبت حلاوه كانوا حطوا هن الاثنين تحدوا بعض ايه بس نضل بجو الشغل بدون مزح. حلاوة هي جو شغل حلاوة هذا تبع الماكير نحن مشان يخليك هون مسؤول بالصحة هون إجباري مين مسؤول؟ لا مسؤول بالصحة يعني إنه صحة الفنانين هدول طبعا صحي صحة البشر يعني. إذا عندك فون شو بتخلطي لا يطلع اللون أسمر؟ وإذا عندك فون شو بتختار يطلع لون حنطي؟ كيف تتعاملي مع الوجنات إذا كانت بارزة؟ وما كيف تتعاملي تحت العيون إذا كانت خافسة؟ لا حول الله. شو أنت هدول؟ هون يعني أنت هدول اللي متعلمة ليه؟ طبعاً هو طبعاً هلا بداية الإبداع أو بداية لا في مجال بلا مسخرة ما نسخر على بعض. هاي الطريقة حسام لا والله ما حلو مشان ما تزعجي مشان ما يزعل حسام معلش أنت زعلتي إيه؟ لا بلا مسخرة هلا ما تنسخر ايه يعني مسخر عم بنضل بجو الشغل يا ريت ما نضحك بدنا نشتغل يعني هلا بعدنا تيست انت عم تقلي ما عم نصور ايه ما عم نصور بس ندور جو الشغل ايه ندور مشان اسمك نضحك ما بدنا ماشي ابكي هلا اذا ضليتي هلا مفتاح سيارتي وين انا؟ مع مين؟ كان على الصوفة كوم بالله شو في تحتك مفتاح السيارة؟ لا ما في شيء تحتي مو هلا هي شو استاذ فاروق مو شغله هي دراما مو شغله دراما انت نحن قلنا لك بدنا ممثله ما شو والله الحق عليك يا فاروق كنت عم بعرف انه مبسوطه شو شو حلو قلت لي انت مشان المسلسل تبعك اذا بدك وحده ماكيره جايب لي وحده فاشله يا فاروق بنحط مصاري عم نحط مصاري نحن انا مشانها انت معنا بالانتاج قلت لك بجيب حلاوه قلت لي لا شو اسمها شو انا رودينا رودينا لا يا لا والله جد انا ما بحب لا والله هذا جد عم بحكي انا بدي عندي عمل وفي مصاري فيه انا ما بدي احط طيب هلا هذا ما بدي رجالك انت ما لا لا انا مشاني انا ماني جابتك يا اخي العزيز ماني جابتك تجيب اي حدا لا انا قلت له لفاروق بدنا ممثله وين جايب لي ماكياج بدنا احنا شو لا انا قلت له مشان عمل حرام بس انا مشانك يا عيني ولك يا اخي كبر شانك الله يعطيك العافيه قلت لك الله يعطيك العافيه يعني ماني انا راكده لحتى اقول لك انه بليز من شان الله اقبلني خلص يعني في اسماء معروفه خذ منهم شو بدك منهم؟ خذن على عملك شو نحن عم نبيع فجل ولا بطاطا ولا حبيبتي عندي عمل بعد شهر اوكي انت ما عم تشتغل هذا بشغل قالوا لي ما عم تشتغلي هلا واقف هيك قالوا لي واقف العمل واقف محلك ما عم يشتغل ما عم تترجي العالم والمسؤول عن العمل حاطط معي انا مدير اداره الانتاج والمسؤول عن العمل عمار الخطيب فهلا عم بحكي والله بيقلي قيامه قال لي فاشله هي
أنا بقول ليانتنا شعرنا فيه. فأنا بديك تزبطك. كيف بدك تزبطك؟ لك تزبطك إنه بجيب حدا معي يعلمك. أنا مشانك. لا لا والله ما يعرف أستاذ عمار لقيمة قيامة يا زلمة. وشو بدك قلي؟ تكاليف على الفاضي، تكاليف على الفاضي. شو لك بعدك دفعت علي شي تكاليف؟ طبعا هلا هذا من وقتنا. يا ريت ما اضحك ما عليك ضل جربي. لا حول الله يا رب دكتور. انا مش عارف كاني قبضت هلا وعم بصحصح. هذا الوقت من ذهب وقتنا يا ردينا. ردينا يا حبيبتي انت بدك تشتغلي؟ انت ما عم تشتغلي هلا، فاجى حدا بده يشغلك. كيف ما عم تشتغلي؟ قاعده ناطرتكم يعني؟ قال لي فاروق شغلها بالمكياج. مشان الله قلت رجل رح يبوس ايدي شغلها. قال لي والله ما عم تشتغل. في فرق اذا هو باس ايدك غير انا ما قلت رجل. ولا بعرف. لا هلا قلت لي بشتغل ما عندي. بس يلا اوكي تعال كنسل. ما في ما هذا الشيء انا اللي بقرره مو انت. هلا شو؟ انا اللي بقرره انا صاحب المشروع. يا عيني. فكره وصاحب العمل. عيني. طيب يلا صاحب كل شيء انا هون. يا عيني دقيقة. مو انت بتقرر عني. حبيبي. ولا بقرر. يا حبيبي لا حول الله يا رب. لا لا خلص كمان خلص. انا رح اضبطك. انت ما بتشتغلي رح احسب لك كل يوم على باب الله. رح احسب لك كل يوم عندك دوام من السبعه والبعد بعد عيد راس السنه. من السبعه هي بتطلع مع الفنيين سته ونص بتوقف. سته ونص بتوقف. ما وين بيتك؟ بجرمانة بساحة الرئيس. تمرق سيرفيس؟ لا تمرق السيرفيس او سيارتك تنزلي فيها تاخدي معك تبع الانتاج تاخدي واحد تاني مشان ما تكلفوا. شو فاتكم؟ ايه هدول منزبط لك اياهم. يعطيني عليهم؟ اوكي. ايه ومنعطيك بيطلع لك بنزين 100 ليرة كل يوم. بس مني يا زلمة. شو بدك تروحي من هون للمزة ومن هون لساحة الأموية؟ لا صار هون صار خلص. شو قال بلا المزة حمرا وفقت. عرفت شلون حبيبي الحين؟ صحيح رح نشغلي. ما بدك اياها هلا بخلص حرام. خلاص خليه بس يساعد 400 ليرة بس ما صارت ما عم 400 ليرة كل يوم. حلو 400 كل يوم ما خلص خلص 4 ب 30 قد ايه؟ جيبوا لنا غير حسام خلص عم ضيع 4 ب 30 لا لا روق ال 400 هي بدها تعطينا عم يعطيني 400 باليوم يا زلمة 400 باليوم هي بدها تعطينا 100 خلص هلا حسام زاد لنا 300 بدنا 300 منك انا عاطيك 100 مزبوط جيبوا لنا انا مشان خلص جيب لنا غيرك كلنا مع فاروق يا زلمه خلص والله ما عم بمزح هذا العمل جد ما عم بمزح إيه إيه خلص ولو انا رايح صار بدك شيء 400 بدك شيء مع السلامه الله معك شو انت رايح هي وانا رايح السلام عليكم يلا السلام بتكون شيء ليش هيك عم تشي استنى حبيبي انا في حدا فرصه سعيده بدك بدي شيء انا اسف خلص فيك تمشي لا حابب اقعد والله لا عندنا عندنا مواعيد لا بدك تمشي عندنا مواعيد بدنا شيء حبيبي الضيف عم جاي بعثونا بعثونا اللي جوا مين في جوا هلا مين صفيان غيره والله ما في خلص ما خلص الله معك يلا خلص خلص فيك يمشي حسام خلص ضيع وقت يعني عجز لا في وهي 500 تعني 500 محروقة لا عقد خلص فيك تمشي ما عليه الألم معلش وين الألم طبعا فيك تمشي طيب حاضر الله معك ميرسي لكم يلا باي لا قولي عن اسمك لما تروح لا تاي تاي ابو انا شيء عن اسمك اكسيو بتوقفي تعي تعي بتوقفي تقولي عن اسمك انا معلش بتوقفي هون خلصني يا زلمه حاش حامله بتوقفي هون قولي عن اسمك شو عم بالي عن اسمك لا مو مسخره ليش عم تتمسخري؟ بس ما كنت لك على هيك بتصبر علي وصار اسمي انا لك شو هي عن اسمك وعن اذنك بتوقفي هون بتقولي عن اسمك مو مسخره وقفي بشكل جدي لا لا على اذنك حتمسخر يعني لا اعوذ بالله قول انا فعلا مش عارف حتمسخر علي انا انت مين مسخر مسخر علي مسخر علي لا حاشا لله نحن اصغر من انه نتمسخر علي عم تتمسخر علي قولي انا اسف اعتذر هلا اعتذر اعتذر لي انا اسف ام سوري انا اسف بعتذر خلص هلا ام سوري مو انا انت عربي بتفهم انا اسف يا سيد مظهر مظهر اسمي يلا باي تفضل لك شو طيب نحن عم نسوي لذيذ نحن عم نبذل منا هيك على الاخلاق الحلوه نحن هلا كنا عم نصور بمقلب نحن عم نسوي Thank you.
حلقتنا لليوم مشاهدينا، على أمل بكرة نشوفكم بحلقة جديدة من برنامج اضرب وهرب. حلقتنا لليوم انتهت بس برنامجنا لسه ما انتهى، انتظرونا بحلقات جديدة. باي باي. باي. روي لشوف زعل حدا بس حومة تخطر على بالك لو عرفان اللي مخبالك لكن تردي الثورة سمناها وصارت دورناها الكاميرا ودار دورت عليها ويا خسارة تعبت مليت خباي الكاميرا وخفيت عم ترصد بكل حني عصبت عرفت الخبري ورجعت هدي خباي الكاميرا وخفي عم ترصد بكل حني عصبت عرفت الخبري ورجعت هدي روي لشو تزعل حدا بس حومة بتخطر على بالك وعلى البال اللي مخبالك ما كنت رديك الدورة سمناها وصارت دورناها الكاميرا ودار دورت عليها ويا خسارت تعبت مليت تعبت مليت